يا اهلا وسهلا. يعني اخيرا في الفاميليا. انت مضيت وانت ما تعرفش انك لايف حالا دلوقتي وانت بتتكلم. ولا تهمني خالص. معلش، طب حضرتك تحب النهارده نقول كلام زي السم في الخفيف ولا نحط السم في العسل؟ وسع من برج العقلاء. لا. هذا البرنامج برعاية. طب احنا بقى هنلعب دلوقتي لعبة تمثيل. اوكي. اللي هي اوحش حاجة بنعملها احنا التلاتة. طب بابا هيبقى هو ابنك. وانت هتبقى بابا. وهيحصل ايه؟ ان هي دلوقتي في المحل عايزة تشتري لعبة ومصممة على اللعبة دي وبتزن عليها. اوكي. اوكي انا عايز اجيب البلايستيشن. شايف. عندنا واحد زيها في البيت. المرة الجاية. ليه؟ انت مش هتجيب لي دي. اتكلمي عدل مع مامتك. طب ليه بقى؟ انت اعمليه دلوقتي علشان لما تخلصيه تقعدي بالليل تتفرجي على التلفزيون براحتك. طب بس خلص. هو المسلسل شغال دلوقتي لو ما لحقتوش مش هعرف اتفرج عليه، هيمشي. كلام مقنع بصراحه. ممكن حضرتك ما دخلتش؟ انا اسف. طبعا انا اسف جدا. اتفضلي. انا اسف. ايه ده وحش قوي يا. لا 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 انا اسف جدا. لا مش عايز اشوف المنظر ده. ما ينفعش كده. كلي ما ينفعش. ما ينفعش الاحراج ده. عن اذنكم انا اخش اعيط في البلكونه. انا عايز اجيب اكل من بره. ينفعش. لو عاوز يعمل بيبي هنا بره في الجنينه. بص يا بابي، قول له ان احنا هنروح باي ونجيب ساندوتش. طب نقلي بيض. انا اصل عندي مغص. طب انا لا، انا عامل بقى اكل مخصوص للمغص. عامل كيكه اعشاب. لا 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 خلاص على الجنينه بقى. كل ما زادت ادوات التربيه اللي عارفينها وبنتعامل بيها مع ولادنا، كل ما علاقتنا بيهم اتحسنت، وكل ما قلت المزانق وكترت الاجابات والمواقف الايجابيه واللحظات الظريفه ما بيننا. معانا ملحوظه كده يا جماعه مكمله معانا في كل الادوات، انك لازم تستخدم الادوات دي بتوازن ما بين الحب والحزم. يعني خليك صاحبه بس خليه دايما يبقى عارف انك انت القائد، انت ماما، انت بابا. يعني اوزن الامور كده يا معلم. حب على حزم، احزم على حب. يعني فاهم؟ اوزن الامور. اوكي، نعرف نحب على حزم ونحزم على حب. طيب انا ما بحبش ابقى غلس ولا تبقى اللجنه بايخه ولا يبقى اليوم، عشان احنا حضرتك ده مستقبلكم وده مفترق طرق. تمام؟ ده امتحان مهم. انا عايز يبقى الدنيا هدوء. عايز اي حاجه يا مستر يكلمني وانا تحت امره. وانا على فكره لذيذ جدا جدا، معروف عني. اسالوا عني اي حد انا راقبت عليه بيقولوا عليا لذيذ خالص. ومفيش اللي هيرمش بقى، هدبس الورقه في رموشه اللي رمش بيها. كله يبص في ورقته، ما تضيعش وقت. لو سمحت بص قدامك، انت كاتب ايه على الزمزميه؟ محمود. انت كاتب ايه على الزمزميه؟ لا انا ما كتبتش حاجه. انت يعني هتكتب نص، هتكتب النص كله على الزمزميه فاهم؟ ما هتستفيد ايه يا حبيبي؟ مفرد مظان ويهطع. الواحد هيهطع على روحه يا جماعه. هات الواد خليه يحل معايا. لا في حد بيهزر بقى؟ انا سامع حد بيهزر ولا ايه؟ احنا بنهزر في اللجنه. في افيه صح؟ مين عمل افيه؟ اللجنه. يا واحد مش هعطلكم. عندنا بونص. ممكن تستعين بابنك. ده بونص ليك 20 درجه وتستعين بابنك لو استعنت. بس في اعتراف معين كده لازم تقوله. قرر واعترف شيرين شربان. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. كنت سبب ضغط نفسي احيانا على ابني في بعض الامتحانات. عارف ان هو طيب وابن حلال وهيجي يساعد ابوه في المحنه اللي احنا فيها دي. ثلاث دقايق والم الورق. لا نسيب القلم. نسيب القلم. لا يا عم محلناش. كله يسيب القلم. الاسم فوق ورقم الجلوس. هو ايه ده؟ اما انا جايبك ليه يا ده؟ انا اللي حليت برضو على فكره، مش هو اللي حل. ممكن بس معلش كل اب بقى يقول هو استعان بابنه ليه؟ شاف ايه في الامتحان؟ افتكرت الايام الحلوه دي. هو قاعد جنبي لكن هو مش، انا عارف ان هو مش هيساعدني. هو بس اللي بيساعد ربنا. طب هو عمل ايه؟ طب انا جبته ليه طيب؟ جبته خلفته ليه اصلا ولا جبته ليه مش انا كنت عايز حته مايله وجبتها واتسندت عليها. طيب نشوف بقى احنا الانجازات بقى العظيمه اللي حصلت. استاذه شيرين، مين عمل ظهور فعل مرفوع بالضمه؟ هشام. ده لا انا دي مش تهمه، ده قال لي لا والله العظيم منها. يهطع مضادها ايه؟ انا ما اعرفش فمش هراجعها. ما شاء الله الصفحه الاولانيه فيها لوجو الفاميليا بس. هيبقى فيه تكريم طبعا اوائل الثانويه العامه. طبعا نروح نحضره. هنروح نحضره وناكل. ده اخرنا، مش هنعرف نعمل اكتر من كده. واتمنى تكونوا حسيتوا باللحظات الابهات بقى، لحظات التنشنه بتاعه الامتحانات اللي انتوا بتتحطوا فيها. ويدو حسينا. احنا ما عندناش ولا فرق. الحمد لله. يعني كل اللي انا عملته ما كانش له لازمه، بس ضحكنا. يعني على رايكم. الثانويه مجرد امتحان متخصص في قياس قدرات معينه، وارد جدا ما تكونش عند ابنك خالص، وارد اصلا انها ما كانتش عندك انت كمان، وما بتضمنش المستقبل لابنك. ومستقبل ابنك الحقيقي في صحته النفسيه، انه يبقى سليم من جواه ويبقى متعلق بيك وبيحبك، في انه يفضل ما يخافش منك.
وإنه يخرج من تجربة ضاغطة زي دي وهو لسه شخص سوي، ده اللي هيخليه يبقى إنسان كويس ويحترم أي شغل هيجيله، لأن التربية هي اللي بترفع، هي اللي بتطول الرقبة والدراعات وكل الكلام ده، مش المجموع ومش الكلية. مش مهم يدخل الكلية اللي أنت بتحلم بيها، النجاح مش نهاية مرحلة بأحسن نتيجة، لكن إنه يعرف هو بيحب إيه ويفضل يسعى له لحد ما يوصله، حتى لو بعيد خالص عن الدراسة. أنت بقى كطالب مهم تتعلم من الثانوية إزاي تختار بعد كده، عشان لما تكمل في حياتك تبقى فاهم، مش مهم هتطلع إيه، المهم تعرف أنت بتحب إيه عشان تسوي. طب تيجي نلعب لعبة؟ ماشي. معانا هنا صور وفيها حاجات ممكن نشتريها، بس في حاجات بنشتريها عشان محتاجينها، في حاجات بنشتريها عشان بس عايزينها كده. يعني مثلا لو معانا فلوس نجيب فاكهة او نجيب بونبوني وحلويات، انت محتاجة تجيبي ايه اللي لازم ضروري؟ يعني لو معانا فلوس ده وده مهم يعني، صح كده؟ فهمنا اللعبة. يبقى كده ايه، هنطلع صورة وانتوا تقولولي لو محتاجينه هنحطه فين، هنا لو عايزينه، او هنا. دي محتاجينها ولا عايزينها؟ محتاجينها. دي ملهاش لازمه. كتب محتاجينها. دي محتاجينها ولا عايزينها؟ عايزينها عشان ناكل. ايوه بس هناكل سكر، ده سكر. بيضر الحد. يعني مثلا احنا معانا فلوس وانا جعان، اكل دي ولا ناكل حاجه مفيده زي واتر ميلون؟ ماشي. كل الشنط دي محتاجينها؟ لا قوي يعني، صح؟ ممكن نجيب شنطه واحده بس. برافو، حلو قوي. هم دول كده، دي الحاجات اللي احنا محتاجينها ودي الحاجات اللي احنا عايزينها، صح؟ اتفقنا. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ولا اي حاجه، هنقعد بقى نفكر نجيب فلوس ازاي نشتري الحاجات دي كلها. من الحاجات اللي لازم تعملها مع أطفالك إنك تفهمهم إنك لما بتقول لا على الحاجات اللي مش مهمة هم بيشبطوا فيها، ده مش من باب الرخامة على قد ما هي من باب إنك تعلمهم إن الرغبة في الشراء نفسها دي مش حاجة كافية عشان تشتري الحاجة، عاوزها دي مش كفاية، لازم نكون محتاجينها. عشان لو ما تعلموش ده من صغرهم ممكن يكبروا ويلاقوا نفسهم مديونين لناس كتير بفلوس كتير صرفوها كلها على حاجات هم مش محتاجينها. اسألوني أنا. طبعا وسط كل ده مش محتاجة أفكركم إنكم لازم تكونوا قدوة في الموضوع، يعني الولد يتعلم منكم المسؤولية المالية إزاي ويحط الإيش في مكانه المظبوط. لازم نحدد اولوياتنا عشان عيالنا يطلعوا زينا. طبعا رغم كل الكلام عن الفلوس وان احنا هنوعيه عن الماليات وعن الحسابات وكل الكلام ده، مفيش فايده برضو لما حد في الميكروباص هيقول له خد 2 من 20 و3 من 10 و1 من 50، هيرتبك وهيدفع 8 جنيه من جيبه عشان يعرف ينزل. في التجربه دي احنا قسمنا الولاد فريقين. اول فريق قعد مع الاب ده وبنته اللي هم طبعا ممثلين طبعا معانا، وطلبنا منهم يركزوا في التفاصيل ويشوفوا ايه الموضوع. خلاص هي بتكلم دي عايزه تجيب موبايل. ايوه معاش موبايل خالص عادي زي اي حد. منا انا بشرح لهم يا حبيبتي لما انا بابا يتكلم ممكن اشرح الاول. بالراحه بالراحه، انا الكبير ولا عارف مصلحتها. انا عايزه اتكلم معاها. كلمي. انا محتاجاه علشان خاطر المذاكره، وكل شويه لما انا جايب لي الكمبيوتر في البيت عايز. طب عامه هي المفروض تكون معاها موبايل برضه. بتعلي صوتي. بص بتعمل ازاي. اما الفريق الثاني فقابل الاب ده وبنته، ايوه نفس الاشخاص وكمان نفس الموقف، الفرق بس كان في شكل التعامل ما بينهم. دي احلى بنت عندنا، عندي اصغر منها شويه بس بحب منى دي اكتر واحده. بص يا سيدي بقى، منى عايزه تشتري موبايل جديد. طب ما تجيب لها موبايل جديد. انا هجيب لها واحد خلاص، انا موافق ان انا اجيب لها موبايل ويضرب بقى سلكات مع بعض لو انت. بعد ما الفريقين خلصوا مهمتهم قعدت مع كل فريق لوحده وطلبت من الولاد يوصفوا لي الاب وبنته اللي شافوهم علشان نرسمهم. عارفين ابحث مع الشرطه. يعني كانت سودة؟ كان شكله شرير مع البنت. كان شكله كده. كده الحواجب حواليها متعصبه بس مش لسه. طيب لو هيمسك حاجه في ايده في البيت خرزانه. مش خرزانه. خرزانه. طيب لو في حاجه مكتوبه على التيشيرت بتاعه بيحبها ويحطها على التيشيرت بتاعه حط ايه؟ اي منجري. تفتكروا مثلا اللي هو بيعمله ده بيخلي بنته بتحبه اكتر ولا لا؟ بنته اكيد بتكرهه. اكيد بنته اكيد بتكرهه. تمام كده، هو ده الراجل اللي انتوا شفتوه. طب اما نشوف بقى ازاي هيوصفوا النسخه الثانيه، يا ترى هتفرق كتير ولا ايه؟ ماشي. كان جن 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 قوي. جان يعني جان قوي. يعني ايه جان قوي دي؟ مش فاهم. طب وشه اصلا عامل ازاي؟ وشه وبيضحك. عنده شنب خفيف. حواجبه بقى كانت عامله ازاي؟ طيبه ولا شريره ولا لا؟ طيبه. طب لو بنته معاه بقى، نرسم بنته معاه هتبقى عامله معاه ازاي؟ حضنها كيرلي. فكانت مبسوطه سعيده بتضحك. كانت مبسوطه قوي. مبسوطه قوي. يعني بسمها زي الرجل كده من هنا لهنا. حط له ايه بقى على التيشيرت ده؟ الرجل العناب. نحط الرجل العناب. الرجل العناب حلو قوي. نرسم ايه الايموجي اللي حوالين منهم؟ ايموجي دايره، عينيه عينيه عباره عن قلوب. ماشي. صح. يعني هنا قلب بس. شفت العنف في مقابلة واحدة بس كون مشاعر سلبية قد إيه جوه الولاد؟ فما بالكم بقى بتعامل كل يوم، يعني من سمكة قرش بقت قطة. ربنا يستر. بلاش تحط الضرب أو العنف عموما اختيار وانت بتربي ولادك، إلا لو ما عندكش مشكلة إن كل المشاعر والذكريات اللي بينك وبين ولادك يبقى أساسها إنهم خايفين منك مش بيحبوك.
اللي هيبص في ورقه زميله هدبس له الورقه في السبوره، ما اعرفش ازاي. طب دلوقتي بصوا احنا هنعمل ايه بقى. طبعا انا عارف ان انتوا بتستخدموا السوشيال ميديا احيانا مثلا على تليفون بابا او تليفون ماما او في حد عنده ممكن عنده سوشيال ميديا، بس مفروض ان لما نعمل حاجه زي كده يبقى في اتفاق ما بيننا وما بين بابا وماما على شويه قوانين. واحنا بنقول البنود لو حد معترض على حاجه هيرفع دي، ولو حد موافق هيرفع دي. اوكي. لو حد عايز يتناقش بيعمل كده ونتناقش مع بعض. عقد الفاميليا للسوشيال ميديا بين الاباء والابناء، البند الاول التاسيس، ضروري بابا وماما يوافقوا قبل ما اعمل اي اكونت جديد. تمام. هقول لبابا وماما الباسورد بتاع الاكونت ومش هغيره من وراه. موافقه؟ تلاتة، عادي ان ماما وبابا يحطوا على موبايلي ابلكيشن يتابعوا بيه استخدام الموبايل، وده للحمايه والمصلحه مش قله ثقه. موافقه من ورا قلبك. بند الخصوصيه، معلوماتك الشخصيه مش للمشاركه زي اسمك الرباعي وسنك ورقم جلوسك، ولا هم ولا اي معلومه شخصيه عنك زي مدرستك او النادي اللي بتتمرن فيه ممكن تشاركها على السوشيال ميديا غير باذن ماما وبابا، لانهم ممكن يعرضوك للخطر. موافقه. ما تعملش بلوك لماما او بابا ابدا. موافقه. ممنوع تنزل اي صوره لاي شخص في العيله والاصحاب بدون اذنه. طب البند الثالث بند الاداب، مش هينفع اكتب او اعمل شير لاي صوره او معلومه تضر انسان. اكيد ده في حياتنا كلها مش في السوشيال ميديا بس. موافقين؟ موافق. هعرف ماما وبابا فورا لو حد بيحاول يبعت لي رسائل او يكلمني وانا ما اعرفوش، وطبعا مش هعمل له اد. في اوقات مهمه لازم اسيب فيها الموبايل، دي برضو حاجة المفروض نتناقش فيها مع بعض، مثلا زي وقت الأكل وأنا بذاكر وأنت بتذاكري بتذاكر. مش وأنا باكل بالظبط، وإحنا في مناسبة عائلية. لا لو إحنا متجمعين بناكل مع بعض المفروض يكون مفيش. لو قاعدة باكل لوحدي ممكن أتفرج. لا بعت لي الملوخية، بعت لي صورة الملوخية على الواتساب. لا حضرتك قصدي طبق الملوخية، مولني الملوخية أنا مش طايق. البند الرابع العواقب، لو ما حصلش، لو الحاجات ما حصلش العقاب ده لازم يبقى بالمناقشه، لازم احنا ما قلناش لسه، ممكن يبقى بونبوني. طب هنعمل ايه بقى؟ ممكن نسحب الموبايل. طيب موافقين خلاص على البنود دي؟ لازم تعملوا العقد ده وتحتفظوا بيه وكل واحد يرجع عليه. ممكن ناخد نسخه، وممكن تاخدوا نسخه من دي نعدلها، وحضرتك ممكن تفضلي تمضي فين العقد الكبير عشان خاطر كبير. ايوه عشان ما حدش عشان ما ترجع تقول انا ما مضيتش. لا بص ايه ده مفيش ده، بص ده واضح جدا ده اتعلقوا بقى في الشقه. عشان لو حد نسى يوروه بقى. هنا ايه موافقه يا حبيبتي؟ طب اهم حاجه بس كنت بتاكد عشان الف الف مبروك يا جماعه. تقدر تستلمي السوشيال ميديا بتاعتك بره من الريسبشن، تقدر تاخديها خلاص بالعقد ده وبالايصال وتتكلي عليها. مع كل اكاونت جديد مساحه جديده من مشاركه الراي والمحتوى، هي الجمله دي ما بتتقالش غير بالطريقه الاعلانات دي. محتاج نكون جنب ولادنا ونعلمهم ان كل كلمه بتطلع مننا سواء بقى في البر في البحر في الجو في البابليك في البرايفت في الانبوكس في اي حاجه، الفيك اكاونت كل دي مسؤوليته مسؤوليتنا. دي حاجات بتتحط بتروح العالم كله بيشوفها، ممكن تحتفظ بيها لسنين، ممكن اصلا الناس تشيلها لسنين قدام. والاخلاق في الحقيقه سلوك، وفي السوشيال ميديا سلوك برضو مش هاشتاج اخلاق، لا هي هي. والاذى في الحقيقه والسوشيال ميديا وجع، مش بيتحول لواو افتراضيه مثلا ما بتاثرش، لا هو وجع برضو. احنا في ناس حقيقيه على السوشيال ميديا ممكن تاذي برايك، ممكن تعمل اي حاجه. مش معنى انه سهل نشارك ونقول راينا اننا نعمل كده، لو ما عندناش حاجه كويسه نقولها ما نشاركش. ده في السوشيال ميديا وفي الحياه على فكره، نكتفي بالتمثيل المشرف وخلاص. وانا اول المتابعين عادي جدا، والف مبروك الاكونت على الكتكوت الصغير، يدوبوا في ترند الخير وهاشتاجات الفرحه وستوريز الرحلات والافراح وبومرانج الضحكه الحلوه. نستلم بقى اكونت السوشيال ميديا من الريسبشن، كفايه فيك كده، نقفل نكمل في الاعلانات. كفايه كده. يا رب حد ينجح بقى عشان نبل رقنا، لان احنا كده هنقفل واقعين خالص. انت ما حضرتك يا دنور يا دنور. دلوقتي حضرتك احنا عندنا شويه اسئله عن المراهقه والسن بتاعنا عايزين نسالها لحضرتك، عايزين نستنتج منها حضرتك فهمانه قد ايه. طبعا عامل نفسي منهم يعني. اوكي. لو اقنعتينا هنحط درجه، لو هم ما اقتنعوش هيحطوا صفر. انا اسف يعني. وهنحسب في الاخر حضرتك فاهمه السن ده بنسبه كام في الميه. انا هقول الصراحه فرحينا. طب بما انك ماما وعارفه كل حاجه، ممكن تقول لنا ايه مفهومك عن المراهقه؟ عايزين اللي في دماغهم يحصل وبس. يعني بيتغير فيه فسيولوجيه الجسم والتفكير والدماغ، ان هي مرحله انتقاليه
اصلا التينيجر دول تقريبا من 13 لحد اي تين في الاخر تمام عندهم رفض لكل حاجه تتقال من بابا وماما. ايه سبب او تفسير ان اغلب الاباء دايما شاكين فينا وفي قدراتنا ومقللين منها؟ عامه السن دوت بيبقى مستعجل مهما كبر انا شايفاه صغير، فبتبقى حاسس ان في مخاطر معينه هم مش قادرين يشوفوها، بس انما انا واثقه لان احنا عايزين نثبت لهم ان الصح صح وهم عايزين يعيشوا في سنهم دلوقتي فده التناقض بيننا وبينهم دلوقتي. عمالين نتهزق بسببك انت شكلك انا حسيت بكده فاهم حاجه معديه اللي هو ليه ما بتاخدوش راينا في القرارات المصريه وبتحطونا قدام الامر الواقع؟ يمكن احنا شايفين نظره اوسع عشان مش عايزين نشيلهم الهم. لا انا بحطهم في الصوره وبعرض كل الاوبشنز قدام. ممكن حضرتك تقول لنا معاني الجمل الاتيه؟ يعني ايه على السكه وعلى الدغري؟ سكه ودغري من اخر هذه من اخر يعني على طول عالجد والجدون؟ عالجد وإيه؟ والجدون بحقه حقيقي مش الجدون ده بتاع العجلة؟ انت بتقول يعني مصطلحات غريبة شوية وانت برضو عليكم حاجات والله. انا ما كانش صح اقول كده برضو اتفضلوا يا جماعة اكتبوا الدرجات يا جماعة اكتبوا الدرجات متشكرين جدا ممكن نحسب لو سمحت انت كام؟ 4 وكام؟ يعني جبتي 15 من 40 17 من 40 22 من 40 طب احنا هنأجل النتيجة وهذا تاني الدرجات دي مش عارف هنأجل النتيجة لان احنا عندنا مشاكل في السيستم انا بصراحة كحد كبير اقتنعت عشان طبعا اكيد علشان عشان ما عنديش حل تاني يعني وافتكر دايما ان المراهق عنده ضمير صاحي بيأنبه بس امتى بيأنبه؟ لما انت تبقى غارس فيه من وهو صغير قيم احترامه لكل حاجة احترامه لدينه لمجتمعه للكبير احترامكم انتوا طبعا بابا ومامته هتزود عليه النار هيشيط منك ويملى لك الدنيا دخنه من حواليك هتعامله كويس وتخلي بالك من شطحاته وهيلين معاك ويبقى زي حته الكوستاليت اللوز وهيلاقي نفسه وهيفهمها وتعرف تعدي بيه البر الامان مش سهله بس حلوه. عايزه تعتذري لي على حاجه عملتيها معايا. ايه؟ اي وقت كان ينفع اكون موجود معاك فيه وظروف شغلي منعتني اكون موجود لو صحيت من النوم وما لقيتنيش هتحس بايه؟ في الدنيا هعيط. مش متخيله الحياه من غيرك يا ماسك. جاوبي. اكيد هموت. مش عارفه اجاوب. مش هينفع. مش هينفع بحس انك مش موجود. احكي لي موقف خفت عليا فيه وحسيت ان انا بروح منك. لما وقعت في الجراج كنت مرعوب انك تموت. دي كانت أكتر حاجة صعبة جداً بالنسبة لي. يقرأ الجوابات؟ ربنا يستر. ابني وحبيبي وأغلى حاجة في حياتي ياسين. مش هسيبك تاني أبداً. أنت محبوس في حضني لآخر العمر. كلمة إزايك حبيبي. وأنا وعدك أني هفضل جنبك. وأساعدك لآخر وقت في حياتي. حضن كبير قوي. لأني فخورة بيك قوي قوي قوي. تسحبنا الأيام تبعدنا وتعمل مسافات ونضيع على بعض بإيدنا أجمل أوقات سيبك من الزحمة الكذابة وشوف مين حواليك هتلاقي الباقي مفيش غيرهم إيدهم بإيديك لو زادت مرة عليك شيلة افتكر
هذا البرنامج برعاية